أعداد كبيرة كما شفتوا فهي تشكيلات مختلفة، والعدد يتجاوز 5000، يتجاوز 5000 موظف من جميع القوات كما شرط لكم، سواء الزي المدني أو الزي الرسمي أو الدراجيين أو كذلك الفرق المتخصصة. وأعطي التعليمات لهذه الفرق أنها تتدخل بشكل فوري لأجل حماية المواطنين وممتلكاتهم، ودائما العمل طبعا في إطار قانوني وتحت إشراف النيابة العامة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.